طبعا السؤال ذو شقين. المجازر الموجودة الثمانية التي تحدثنا فيها يوجد فيها مجازر تسمى المجازر الحديثة. هذه المجازر تسمى المجازر المفتوحة، أمامها البيع المباشر، يأتي الحاج بنفسه أو يوكل من يريد، يشتري الكوبون أو السند، يأخذ السند الأوتوماتيكي، يعطي السند يعطيه مؤشر على أي نقطة جاهزة لاستقباله، يذهب إلى هذه النقطة ويتم الذبح فيها، يسمي بنفسه الحاج، ثم يخرج إلى منطقة أخرى اسمها منطقة توزيع اللحوم، يأخذ من ذبيحته أو من هديه أو من أضحيته ما يشاء، يأخذ عدد من الأكياس التي يرغب فيها، ثم يخرج إلى الساحة، ثم ينتقل إلى مخيمه سالما غانما. هذه بالنسبة إذا أراد الحاج أن بنفسه أن يضحي بنفسه ويأخذ جزء من لحمه. في بعض عن طريقه الآخر اللي هي المجازر الثلاثة الأخرى من عاصم واحد واثنين وثلاثة، هذه تعمل تسمى المجازر المغلقة وهي بالتوكيل. المشروع يتعامل مع بعثات الحج أكثر من 50 بعثة، يوقع معها اتفاقيات وعقود خاصة بعدد المذبوحات التي يريها، يأتي إلى هذه المجازر المغلقة أحد المبعوثين للبعثة، يشرف على عدد المذبوحات التي وقع عليها العقد، وهذا تسمى أعمال التوكيل نيابة عن حجاج تلك البعثة. فتقريبا عندنا المعاصم رقم واحد تذبح في 84 ساعة 350 ألف ذبيحة بدون توقف 24 ساعة، كذلك معصم واحد تذبح أكثر من 105 ذبيحة في 84 ساعة، وكذلك معصم ثلاثة تذبح 105، وهذه كلها مغلقة خاصة بأعمال التوكيل التي تأتي إلى المشروع عن طريق البعثات أو عن طريق المسوقين الأذرع لمشروع المملكة.